السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معنا، معكم ايمان من مجوهرات فاتي. اليوم جبت لكم واحد لاباك اللي كتجي غزاله وزوينه، باك رائعه، شي حاجه عاطيه العين ديال الحضور. كيجي لاباك البنات على هذا الشكل كيف ما كتشوفي معايا، خاتم ديال تبراد القلب، غزال زوين هكا كبير وعاطي العين بحجيرات اللي غادي نحاولوا البنات تشوفوه عن قرب. فوالا كيف كتشوفوا معايا الخاتم كيجي مخرم من هنايا ومن هنا في هاد الحجيرات اون بلون الوسط، في حجيره اون غولد اللي كبيره وعاطيه العين، كيجي بحال هكا من الجنب. الاليونس ديالو كيجي على هذا الشكل، من الداخل كيجي بحال هكا كيف كتشوفوا معايا. الطابع ديال الديوانه كيجي هنا، كيجي باق اللي زوينه وغزاله، غادي نلبسها لكم هنا باش تبان لكم مزيان. واللبسه ديالها كتجي يا سلام يا سلام يا سلام، عاطي العين وباين وزوين وانيق، رائع رائع ديال الحضور. يجي مع شي تكيشيطه يا سلام. كنتمنى البنات ان الخاتم اللي اقترحت عليكم اللي ما يكون نال الاعجاب ديالكم. لي زانفورماسيون كاينين في لاباغ دافورماسيون، بالصحه والراحه مسبقا، وما تنساوش باللي مجوهرات فاتين هيك حتى عندك. قبل ما تخرجوا تابوناو معنا في لاشين يوتيوب ديالنا وبارطاجيو لا فيديو في لي ريزو سوسيو، وما تنساوش ديروا جيم لاباج ديالنا سور فيسبوك، و الا بغيتو تشوفوا لي زارتيكل ديالنا دخلوا لو سيت اللي تحت لا فيديو.